سيداتي أنساد ساداتي، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دوري النجوم. النهاردة اليوم 15 في شهر رمضان، كل شهر وانتم طيبين وكل سنة وانتم طيبين. عارفين طبعا نظام البرنامج، ما فيش داعي نشرحه، ونبدأ فورا اللعبة الرياضية بتاعت النهاردة وهي الهوكي. هقدم لكم السادة المشتركين من اللاعبين اللي اخترناهم النهاردة على فريقين أصفر وأزرق بالقرعة، ونقدم لكم كمان حكم مباراة اليوم. الفريق الأزرق مكون النهاردة من اللاعبين موفق الحكيم، محمود الحديني، أحمد عفت، أنغام، عماد عبد الحليم، مجدي وهبة، وسناء يونس، ومعانا الكابتن جمال شيرازي اللي هو يبقى وكيل الاتحاد المصري للهوكي، عيشة الوعد، حكم الحكيم، المنتصر بالله، عزة كمال، ليلى طاهر، توفيق فريد، محمد الحلو، محمد رؤوف. ما هي الدول الفائزة بالميدالية الذهبية في دور السول هوكي رجال؟ رجال يبقى السنبلاوين. مش دولي انجلترا. المملكة المتحدة انجلترا. صح، مظبوط. شوف، يا سلام. لا صح، لا يفوزوا، سقفوا لهم. شكرا. اذكر اسم ناديين يبدأان بحرف الميم، واحد في السودان والاخر في الجزائر. السودان المردة والمولودية. الجزائر مظبوط. المردة والمولودية. مظبوط. الجواب صحيح. ودلوقتي كابتن جمال شيرازي هيعمل زي ما نقول بينالتي لكل اللاعبين، والمنتصر بالله هو اللي واقف حارس لمرمى الفرقتين اللي بيلعبوا منفردين قبل المباراة. خيرها في غيرها يا ليلى. توفيق فريد. الأخوان الحكيم. ده حكم، والحكم حسب له الهدف صحيح. عيش الوعد. خيرها في غيرها. موفق. برافو يا منتصر. محمد الحلو بعد كابتن عفت. عزة كمال. ونبدأ المباراة، ومنتصر بالله قام بمجهود جبار فمش هيلعب المباراة دي. المفترض ان الاستاذ او الكابتن احمد عفت هو اللي يذيع، انما الكابتن احمد عفت اتكسر فانا جيت بداله وهو نازل يلعب. معاك كرة دلوقتي. فاول. توفيق ماشي بالكورة، خدها منه حكم. محمود الحديني معاه الكورة دلوقتي.
مع الحلو مع موفق. الحلو ماشي ماشي ماشي. برافو برافو برافو، كسروا برافو. الكابتن عايشة الوعد. فاول هيشاط كابتن محمود. ماشي حكم. كرة اوت دلوقتي. عبال الكرة ما يجيبوها اقول لكم حاجة كده. كابتن ليلى طاهر، دي سابع ماتش تلعبه، ولعبت حوالي 14 ماتش دولي قبل كده. انما وانتم مستمتعين كده بالكرة، طب احنا مش شايفين حاجة دلوقتي كلنا. كابتن عايشة تخبط في زميلها. كابتن موفق، كرة اوت. طبعا كلنا عارفين الكابتن موفق والكابتن حكم دول لعبوا ماتشات كتيرة، بس ما حدش عارف مين فيهم موفق والتاني حكم. هم لو الكاميرا تجيب موفق لوحده. ايوه ماشي رؤوف، ماشي ماشي برافو عليه. مش عارف يلعب بالكورة. كابتن حلو بيضرب الكابتن محمود في رجله. كورة اوت اوت. كابتن سناء اول مرة تلعب واخر مرة اعتقد. كابتن سناء يونس اخر مرة تلعب. فاول فاول لانه مسك الكرة برجليه. مجدي وهبي هيشوط الكرة. شاط اداها للكابتن حكم. برافو برافو كابتن مجدي وهبي، اداها هناك كابتن احمد عفت. كابتن احمد عفت ماشي ماشي بيغازله، خدها منه. كابتن رؤوف ماشي. محمد الحلو معاه الكورة. محمد الحلو بيلعب حلو قوي. محمد الحلو برافو بيشوط الهوا. طبعا محمد هيغني ماسك الهوا بإيديا، وده في مصلحة الفرقة بتاعته لأنه كان بيلبخ الفرقة بتاعته، فريد تركنوه. الكابتن موفق أو حكم حد منهم. في فاول على الفريق الأصفر. الفريق الازرق دلوقتي بيلعب احسن بكتير عن التايم اللي فات. طبعا ما فيش تايم فات ولا حاجة، هو تايم واحد. كابتن رؤوف هيشوط. شاط برافو برافو. توفيق توفيق بيشوط الهوا، لسه بيشوط الهوا. ده رؤوف كرة اوت. سناء تعتبر من حراس المرمى كويسين في مصر، وتعتبر في نفس الوقت في الماتش ده من المتفرجين الكويسين لانها بتتفرج على الكوره. سناء خدت مدرب فريق حراس المرمى تحت 85 سنه اشبال يعني. بيصفر الحكم بانتهاء الماتش لصالح الفرقتين. الفريق الاصفر هو اللي كسب، وفريق الاصفر كسب. وهنشوف دلوقتي، هترك الميكروفون للاستاذ طارق حبيب. ودلوقتي الفريق الاصفر اللي فاز في ماتش الهوكي هيصدر حكمه على الفريق الازرق، ونشوف الحكم هيبقى ايه. مادام هوكي يبقى ناخد هولا هوكي. ايه رايكم في الهولا هوب؟ يبقى طب يعني نشوف اتنين من المنتخب المهزوم يرقصوا بالهولا هوب ونشوف هيعملوا ايه فيها. محمد الحلو بيتحدى الاتنين لعيبه بان هو هيقعد ينطق الكوره بايديه كور الهوكي وهم بيعملوا الهولا هوب. هنبص ونشوف سوا هم بيعملوا ايه. محمد عزه شغاله. برافو والله، دي لعيبة. برافو. طبعا موفق جميل. موفق برافو. عزة برافو. عزة عزة تاخد بطولة العالم، بطولة العالم في الهولا هوب. محمد الحلو دلوقتي، يا ريت محمد الحلو نتفرج عليه وهو بيعمل يا سلام يا سلام. موفق هايل، وبالنتيجة دي موفق هو اللي كسب لأنه موفق خيبان جدا.
سيداتي أنسات سادتي، بعد الحكم اللي احنا شفناه اللي صدر من الفريق الأصفر على الفريق الأزرق، في حكم إجباري بيصدر من البرنامج من دوري النجوم على النجوم. اللي تعبنا سنين في هواك عن النفس ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش. واو دلوقتي لما بقابله عيني في عيني وما نزلهاش. البيتش اتغير طبعا. الى حبه من يومنا والله قلوبنا كويس، وبقدم احلى فرحه ومعاها مين مسا. حياتي من يومنا والله وقلوبنا كويسه، ايوه وبقدم احلى فرحه ومعاها ميت مسا. الليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي، يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي، والغالي علينا غالي الغالي علينا غالي الغالي علينا غالي. والعمر من يومنا والله قلوبنا. سيداتي أنسات سادتي، أقول لكم دلوقتي إذا سمحتم ننتقل سوا إلى الاستوديو ونشوف ونسمع سوا إيه اللي احنا عملناه وإيه اللي احنا سجلناه مع نجومنا في دوري النجوم. يا شخصية يا فنية، تقدري تقولي لي بدأتي رحلتك إمتى مع الفن؟ أول ما طلعت في دوري النجوم. طيب وابتديتي في مصر ولا في بلدك في الانطلاق والشهرة؟ ابتديت في بلدي الأول، بس البداية الحقيقية كانت في مصر. طب نقدر نقول أنت فنانة متزوجة ولا عازبة؟ لا مش متزوجة. طب نقدر نقول أنت فنانة بتقعد في معظم الوقت في القاهرة ولا بتطوف وتصول وتجول وتسافر؟ معظم الوقت في مصر لأني بدرس فيها. مين دي يا ملك؟ سميرة سعيد. لا يا أستاذ فريد، أنا مش سميرة، أنا لطيفة. أشرف، لو كنت مكان هشام يكن بصراحة شديدة كنت عملت إيه وما كنتش عملت إيه؟ لو كنت مكان هشام يكن، هشام لعيب كويس يعني، لكن في حاجة بيعملها يمكن انا دايما بكلمه عليها، هي هو استخلاص الكره من اللاعب المنافس بطريقه يعني ان هو بيضرب او بيخش جامد عليه. هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن هشام يعني يغيرها. لو غيرها وابتدى ان هو يترك حته الخشونه دي او موضوع الخشونه اللي في الملعب، هيبقى من لعيبه كويسه جدا جدا في هما، هو ويحافظ على نفسه وعلى زملائه. وكفايه البلينات اللي هو بيجيب علينا. لو حدث وكان امامك فرصه للانضمام لفريق غير فريق نادي الزمالك، بنفترض هذا الافتراض لان احنا فقط اللعب بنلعب، يعني الزملكاويه مش لازم يزعلوا وانت مش لازم تخاف وتتحرج، مش هخاف ان شاء الله. تختار مين من ثلاث انديه دول؟ الاهلي ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد؟ هو الاهلي، لا بلاش سيب الاهلي دلوقتي على جنب احسن يعني. اختار الاسماعيلي. ليه؟ طريقه لعبهم يعني بتعجبني جدا يعني، وقريبين من لعبنا جدا، فانا متهيألي لو ما كنتش بلعب في الزمالك كنت لعبت في الاسماعيلي. أستاذ رضا، جي عليك الدور النهاردة عشان تسأل العشر أسئلة اللي فيهم المعلومات العامة. بنبدأ بسؤال في الجغرافيا وبيقول: أذكر نهر من أنهار العالم الطويلة جدا
اللي أرقامها قياسية غير الأمازون وغير نهر النيل. هو في نهرين طوال قوي، نهر المسيسيبي ونهر الميسوري. تمام، لك هنا نقطة. عندنا سؤال دلوقتي في التاريخ، والسؤال بيقول، وهو مرتبط بالآثار، ومعرفش انت رحت الصين ولا لا، لكن هو عن سور الصين العظيم، مين اللي بناه لو سمحت؟ انا لي عذر ان انا ما ردش على السؤال ده او ما اعرفوش، لاني ما كنتش موجود ساعة ما اتبنى. ثانيا انا ما رحتش الصين، لو رحت كنت سألت. هو هوانج تي يا استاذ رضا، ومعليش خيرها في غيرها. استاذ رضا، هنسألك سؤال في اللغة، والسؤال بيقول: لغة الماندارين دي لغة مشهورة جدا ومنتشرة بشكل واسع جدا، تقدر تقول لي مصدرها او اصلها او مكانها ايه؟ انا اعتقد مادام كنا في سور الصين تبقى الماندارين في الصين. مظبوط، لك هنا نقطة. عالم مشهور جدا ارتبط اسمه بربط قوة الأشياء والمحركات بقوة الحصان، يعني قياس الآلات والمحركات بقوة الحصان. تقدر تعرف حضرتك هو مين هذا العالم؟ جورج ستيفنسون. لا، هو جيمس وات. جيمس وات. ومعلش معلش استاذ رضا، في الجودو فزنا بميدالية من ميداليات دورة لوس أنجلوس الأولمبية اللي كانت قبل الأخيرة. أي. تقدر تقولي حضرتك اسم البطل المصري اللي فاز بهذه الميدالية؟ الكابتن محمد رشوان. مظبوط. يا ترى مين اللي ألف اعطني الناية وغني تحفة فيروز من ألحان الرحبانية؟ بيتهيألي الأخطر الصغير. لا، هو جبران خليل جبران. معلش، سلطوا عليا الاثنين برضو زي ستيفنسون وجيمس وات. حجر رشيد، الحجر اللي كان بداية معرفة اللغة الهيروغليفية التي يعني كانت بمثابة أضواء على تاريخنا القديم. تقدر تقولي حضرتك هذا الحجر موجود فين دلوقتي؟ هو في متحف اللوفر باريس. مظبوط، تمام. أقدم نسخة من نسخ القرآن الكريم، تقدر حياتك تقول لي اسمها أو مرتبطة باسم مين؟ أقدم نسخة من نسخ القرآن الكريم مرتبطة باسم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. سؤال في الفنون الأجنبية بيقول: شتراوس الموسيقي العالمي قدم لنا الدانوب الأزرق. هذا الدانوب الأزرق أو هذه الموسيقى مرتبطة بإحدى الرقصات العالمية، تقدر حياتك تقول لي رقصة إيه؟ الفالس. مظبوط، لك هنا نقطة. لأن أنا كنت أحب الفالس زمان. أستاذ رضا، سؤالنا الأخير بيبقى عايز سرعة رد أو تركيز. تقول لي حضرتك على جملة مفيدة لو قريناها من الشمال زي ما نقراها من اليمين. لو قلنا مثلا حصان ناصح، لو حضرتك قريتها من الشمال زي ما تقراها من اليمين. ناصح، فعلا. معلش، فعلا. خيرها معلش. في غيرها. انا ما صادفنيش حصان ناصح ابدا. هنشوف دلوقتي غنوانو، هسألك عليها سؤال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. وطلعت يا محلى نورها
شمس الشموس يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. لو كان عليا اديك 10/10 لكن هو السؤال كمان مرتبط بطلعت يا محلى نورها، نتكلم عن الشمس، عن الفضاء، عن الاجواء العليا، فبقول لك فاكر طبعا اول رجل ينطلق الى الفضاء كان مين؟ اول رجل طلع الفضاء هو اسمه جرجارين. تقدر تعرف كان بالتقريب الكلام ده سنه كام؟ كان سنه 61. تمام كده. طيب السؤال بقى بيقول ما اسم المركبه الفضائيه اللي كان جاجارين سنه 61 اول رجل يصعد بها الى الفضاء؟ اول ابولو؟ لا مش ابولو، هي كانت روسي، كان اسمها فوستوك. يعني زي الفستق بتاعنا. فغيرها. ايوه زي الفستق بتاعنا. مكرم مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. سيداتي أنسات سادتي، إلى اللقاء دلوقتي، ونشوفكم بكرة إن شاء الله مع نجوم آخرين في دور النجوم. ودلوقتي تصبحوا على خير مع أجمل منى وأرق حياتي.